السؤال 1.9 مميل هذا السؤال، هو في الفلكس، في الفلكس الان طالع من الصفحة. بي بي طالع من الصفحة وقيمته كمان مستسلة. وعندي سلك مايل 30 درجة، خلينا احط هون خط عمودي. السلك هذا مايل 30 درجة، هاي هون 30 ديجري 30 ديجري. وطول هذا السلك 1 متر والسرعة 10 متر بالثانية. لاحظوا السرعة مش هيك. وين السرعة؟ هيك. لو كانت هيك بطل في عندي ايش اسمه 30 درجة، ماشي واضح؟ هذا هيك. إذا هون في في سرعتها 10 متر بالثانية. هاي الزاوية 30 وهذا الطول 1 متر من هون. مطلوب نفس الشيء انه نعمل نفس الحسابات. هلا هل هذا جنريتر ولا موتور؟ جنريتر. لانه في عندي حركه، في عندي سرعه، والسرعه حتولد فولتج، والفولتج رح يتكون يا اما يكون بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف. نطلع الاشاره بالاول. لانه هلا هذا جنريتر بنستخدم بيد اليمنى. عندي الفلكس طالع من الصفحه. السبيد بهذا الاتجاه مضبوط. اذا الفولتج راح يكون السهم هيك بهذا الاتجاه، احنا افترضنا هي الزاويه 30، اذا هو راح يكون بهذا الاتجاه او بلس ماينس. هذا بالنسبه للبولاريتي تبعت الفولتج. هلا اللي راح ينضاف معي هون، هلا عندي لما باجي على الدوت برودكت الكروس برودكت بين في وبي، هل في وبي بينهم 90 درجه؟ لا. في وبي نعم هي هيك وفي هيك، هي البلين اللي بيحتويهم مش هيك؟ المحصله تبعتهم في ضرب بي، راح يكون عندي في ضرب بي بهذا الاتجاه، فصار عندي الناتج الفيكتور الناتج عنهم اتجاهه بهذا الاتجاه مش هيك؟ اذا الزاويه بينه وبين ال قديش؟ 90. لا بينه وبين ال 30. هو عمودي على البلين اللي بيحتوي في وبي، لكن بينه وبين اذا كروس برودكت ايش الزاويه اللي فيه؟ الكروس برودكت 90. الدوت برودكت ايش الزاويه اللي فيه؟ 30. اذا راح يصير عندي هلا اي انديوس بتساوي في قديش؟ 10 متر، راح اضرب 10 في نص في ساين ال 90 اذا بعدين الدوت برودكت راح اضرب هذا في ال، ال قديش؟ 1 متر في كوساين 30. كوساين ال 30 اللي هو 0.866، وعندي ساين 90 واحد نص في 10 5 قديش بيطلع معي هون؟ 5 40 4 بوينت شيء، قديش الجواب بيطلع؟ 4.3 مضبوط هيك؟ مضبوط. والوحده اللي فوق الاشاره حطيناها.